لمسا وفد رؤساء المؤسسات لدى لقائه بالوزير الأول عبد الملك سلال وعدد من الوزراء لطرح توصيات المنتدى لإصلاح الاقتصاد الوطني. لمسا تمسك الحكومة بسياسة الدعم. تقرير محمد زعدوي. من جملة التوصيات التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات تلك المتعلقة بالدعم لم ترق الوزير الأول، فقد التمس وفد الأفسيو عدم تجاوب من سلال بهذا الخصوص، حيث أكد أن الحكومة حكومة اجتماعية ومن الصعب جدا أن تتخلى أو تراجع سياسة الدعم. الوزير الأول قال أنا مستعد أني أنظر إلى كل المقترحات التي من شأنها أن تجعل نجاعة كبيرة في سياسة الدعم المقدمة للدولة، ولكن قال كذلك الجزائر دولة اجتماعية، سأحرص على أن تبقى اجتماعية، ونحن قلنا بصريح العبارة نفتخر بأن ننتمي إلى دولة اجتماعية. أما الاقتراح في حد ذاته فيعتمد على تحضير قوائم على مستوى البلديات بأسماء الذين يستحقون الدعم لمنعه عن الآخرين، إجراء يتطلب تخصيص يد عاملة وميزانية إضافية لتسييره. Ou ils ont des revenus très faibles ou des revenus faibles. La subvention va directement à ces gens-là et je libère tous les prix. Et quand on a fait l'addition, par exemple pour le septième de prix de première nécessité, ça nous coûtera 400 milliards au lieu de 1707. Mais en même temps, nous allons embaucher 100 000 universitaires qui vont veiller à la mise en place de ce système au niveau des communes. تخسر الجزائر سنويا الملايير من تهريب المواد المدعمة، كما أن الجميع يستفيد منه غنيا كان أم فقيرا، فهل من حل في يد الحكومة لجعله فعالا وموجها لمن يستحقه؟